السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حب أوصل دعواتي للسادة ولي الأمور اللي بتابعوني، ربنا يوفق أولاكم في الامتحانات ويجازيكم خير على تعبكم معاهم طول الترم. إن شاء الله تكون النتيجة مرضية وتفرحوا بيها، ويا ريت ندي لأولادنا دفعة إيجابية قبل دخول الامتحان. يا ريت ما نحاولش نوترهم، التوتر مش هيجيب النتيجة اللي احنا عايزينها. وبرضه ما ننساش أدعية دخول الامتحان: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا. إن شاء الله هكون على تواصل دائم معاكم، اللي عنده أي استفسار يسيبوا لي في الكومنت وأنا بإذن الله هطلع بعد كده أجاوب عليه. ربنا يا رب يوفق أولاكم في الامتحان، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.